ثاني لسه بالدوات خي تعال بس هون يا عمو مش اهبل من هيك بعد ما شفت انا اهبل من هيك حدا من الشباب على عم بقول انه انتم كوسه انتهاء الليلة الأولى قرر المدربين ما يحسبوا النقاط والبطاقات الصفر لأول تحدي والأبطال طلعوا يستلموا غرفتهم ويناموا بس فعليا هل راح يناموا؟ انت رمى بدك خذوا هاي دي يعني شو بدك زور هون؟ أنا وياك هون وبينا انه نحن ضامنين مع بعض لكن كان بيضيعوا فجأة بيضيعوا لكن كل واحد عم يحكي مع حاله ولو نحن كنا فيزيكلي جسديا يعني اضعف شوي من كثير ثاني بس نحن كنا مع بعض مجتمعين كل الوقت ونحن اللي شفته انه نحن نفسيا جاهزين اكثر منه واقوى منه من هذه الناحية فما تخليهم ولا تخلي المدربين يأثروا عليكم من ناحية نفسية ويتعبوكم لأنه هني هذا اللي كانوا في المنزل اللي عملوا أكثر شيء بتعملوا في حالي عزة هلو بتعمل مستفز هيك 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 عبد عم سمعنا هيك؟ عبد راسه كبير اللي فشل كبير مش مكشتي اللي فشل والله سيئنا لهور لهور يلا شو بس هلا هيدي المباراة في نهاية تعتبر أول تحدي لا بعد في تسوير بس ما صدروا شو انت كيكاب كاب كاب ما بعرف كويس شو اسمه هلا اول تحدي مين اخذ اول تحدي هو كله بس اول اسوء ما في نقطه تجربه هي اول احمر تجربه شكلها تجربه لا اول هنا اول كمان لا اخذ المخيم اول شيء اجوا لما قالوا على اساس هيدي عم تهز محل انا نعطي نقط عليها بس شكله عم نعطي نقط عليها نعطي نقط عليها بس الاسرع حصل بهول ما حصل نقطه هي احمد مين اخذ اسرع معنا فيها؟ لا احمد في اسرع ما بعرف لا هو نسيت معلش معلش انا هذا اسرع انتم تطلعوا كذا اسرع للفايل البلو
بس ما اشعر هو حتى لو اخذ صفرة هي مالك ما ماي هي الحمرة اللي بتنقص ايه بس احنا بنقصف مني كنا بكثير كان زار صفرة الصفر بنقص نقطة؟ لا 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 تلاقي الصفر اللي بتنقص نقطة خلص بس حبيب قالوا انه كروسفيت تشامبيون لا 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 كنت لما عم بعمل بوش ابس طلعت لمحته لقيته واقف فبالتالي كنشاط كنا بالاكسرسايزز عم نعمل اكثر بس نوصل بس شغله زيها على فكره بس عم ننسى بعض والله صحيح عم نلعب اكثر منهم بس برضه عم ننسى بعض لما حدا يضعف شوي او يشتغل هيك 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 من النص وبعدها من اول شيء اللي بلشنا من النص انسى من النص بعدين خلص بلشنا طلعنا تيم كله 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 صح ولازم نعمل كود صح كلك والله لازم عطونا اللي هو يشتغل خلاص على اساس انك يا ترى هذا من كل دي اتنام مع مان ما في ماي سخن لا نام يا اوكي جاهزين حاضر افكر على جاهزين نصبح المسرح شوي يا ابو سخن هاي لمين لا صفينا نشلح جهزونا حرام انا شايل على الكاميرا كنا نقل غرفة بلمين نايم معنا الساعة تنتين بعد نص ليل والشباب أخذوا كتير وقت قبل ما يناموا فقرر مدرب رمز ملاعب فجأة يعاقب الفريقين خلونا نشوف ونتابع شو رح يصير كيف عم تعمل هون يا
مشين صعب الله سهيرة حطينا عمرو تبيع أمراضك أمراضك إلك هاودي وقعت وقعت نعملك فيكو ها بكرة يمكن أفوت على غرفة النوم عندك يلا يلا يا حبيبي يلا نشيل يلا عين إهمالتان خليك على الأرض نزلنا على خلصت يا حبيبي منترك لع بكرة صارت ساعة 6 إلا ربع ايه عمالة شد شد فيه ايه شد شد يلا هذا الفريق على الله معك 25 ثانية ولا كلمة على الحافة على الحافة على الحافة على الحافة لا على الحافة على الحافة لهون على بحافة طب ليش عم تحكي؟ دار حظه بالماي دار حظه بالماي على السريع الحكي بضرك اف 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 لا لا حكي بضرك روح لخلف هون تبي لهون هتشيك هون تعال هون هارد لهون تعداد تعداد بطول ار واحد ار اثنين ار ثلاثة ار واحد ار اثنين حبيلي انت عود حد وار اثنين بتدريج تعال هون في واحد في واحد لهون للستة يلا مين ثلاثة يلا ار واحد ار اثنين ار ثلاثة ار واحد الخمسة على ستة بواحد بالميز باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بسكس هيك خلينا نوحدها يا بالانجليزي يا بالعربي بي واحد لبي ستة وار واحد لار ستة معادل ار واحد ار اثنين ار ثلاثة ار اربعة ار خمسة ار ستة بواحد باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بستة اوكي عملنا معك منيح وفرقناك على الساعة 12 على قد يعني زحمة مخنا يا استاذ وليد روق علي وشوي شوي وشوي شوي وشوي شوي ما عم تاخذ الامور بجدية لك اطلع ارتاح بكره نهار طويل هلا بعدك مرتاح على وضعك وظابط امورك وبعده لياقتك منيحة وما بعرف شو بس بكره بتتعب فيزيكلي ومنتلي بطل دماغك يركز هذا قلت لك اطلع نام شلاح بدلتك وشك بترتك بدك تتحمم قلت لك حممتك انا بدك تطلع ترجع تتحمم فيش اهبل من هيك بعد ما شفت انا اهبل من هيك ما حممتك وقلت لك حط لك شامبو فيه للمسبح يعني طالع حمامك جاهز بدك ترجع تطلع تتحمم من جديد تطلع تنشر بدلتك تاخذ معك 10 ثواني بتشلح الرنجر بتحط بدلتك وتفوت تنام هيك مدني كعسكري بتنام مثل ما انت هيك تنشطح لما بيكون معك غير دقيقتين وقت لتنام ما معك يا بك تنام مثل ما انت ويا ما نايم هيك نايم انا واقف انا وماشي نايم بعدك ما شفت 1% من قاطع علي بحياتي عم جرب هيك اعطيك بهار من شايفه عم تاكل اكلت برجر اليوم شو بدك احلى من هيك عم يوزع عليكم مي بدلتك ما حدا باي اي فريق يتمنىك بهالموضوع بدلي والتيشيرت ما حدا يقرضها لحدا ولا الرينجر اي واحد بده يرجع شوف عم ياخد بدله الثانيه وهي لان هندين بده يكونوا موحد ما بدنا نقعد نلعب على لعيب ولاد بدك تسبق رفيقك سبقه بالكومبيتيشن بكره اول كومبيتيشن لك الساعه 6:30 بكره كومبيتيشن عندك 45 دقيقه فلاحه بدك تعبي رمله وفي عندك خبريات طويله بكره فرجي اتصالتك هونيكي ارباح على الفريق الثاني وخد مجدك خد 3 بوينتس
بس ما تتمرجل علي هلا تروح تقرط له بعدني تقرط له الرينجر نعم برا تطلع عليك يعني برا تقلب عليك نعطيك القاعدة تبولي بالتدريب كون منيح كون أحسن كون خرا كون أخرى سهلة معادلة سهلة كون منيح كون أحسن كون خرا كون أخرى سهلة يا محمد سهلة سهلة طيب بدي عد للعشرة هلا إطفاء أنوار تعرفوا شو إطفاء أنوار تعرفوا هلا يا سمح هلا طلع العدو الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي شاف مثلا ضوء مضوء معقول يستهدفك طيارة عمية فوق إذا ما في ضوء فهلا معك 15 ثانية بدك تكون مطفي الضوء ونايم ما بدك بنبلش نلعب نحن وياك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شو هاي بدك ما صارت كلها وقت رجع هلا هيدا هلا هيدا هلا ونخليه وين لحظه غدر لا لا عمر تعال الظهر بس هلا خدنا قسمك مفروض هلا رافق فايت فيها مفروض كنت نايم عنا اليوم اذا ما كان يعني مبين عصروا لي الثياب قبل ما تمشروه عصروهم كل واحد بالحمام يرجع شو اي حمام ناكل روح على فوكس ميكرو تشوف كل كلام حبيب هودي قلك لا تنسي انه هو وين ليك عطول انا ما استنى لك السرار ولا كفوف قال لي لعبوك رعو شو اسمه ايه كمان استعمل نمو منيه تاخد عين المنافسة والتحدي بلشوا على كافة الأصعدة. شفنا فريق خالد طراف خبى بدلة راني الخطيب بمحاولة منهم لكسب تفوق معنوي عليهم. المقاتلين وقعت منبهاتهم على الساعة 5 الصباح. خلونا نشوف شو ناطرهم تاني نهار. الأبطال وعيوا بكير، الدنيا عم تشتي والطقس برد، ركبوا بسياراتهم وانطلقوا على عمشية لاستئناف التحدي الأول.
والمدربين بدورهم كانوا مجهزين لهم رياضة صباحية خفيفة. التحدي الأول حيكون مقسم لثلاث مهام، والفريق اللي بيربح بمهمتين بيفوز بالنقاط الثلاثة. فمين برأيكم حيحصد المهمة؟ وهل حتكون من نصيب خالد طراف وأبطاله، أم أنه يوسف عبود وفريقه وعندهم رأي تاني؟
جو جو. We don't leave no man behind. لا تترك الفينا ورا. رسم. رسم. وحوش. خلاص. يلا عندك طاحن طاحن
ولا ضحي يا ماما ضحي. اليوم عنا هلا اول شيء 3 كومبيتيشن، فريق واحد بده يربح يعني. يلي بياخذ علامات الاكثر هو اللي بيربح، هي معروف. رح نبلش باول كومبيتيشن هون. في عنا فريقين، رح ينقسم فريق هون وفريق هونيك. في عنا كياس الرمل، كل فريق رح يستلم رفشان بس. تعبي بعدين بايدك، تعبي بصبيعك، بسنانك، مهمة. انا رح انطرك هونيك، انا والكوتش الثاني رح ننطرك هونيك. لما توصل لهونيك كيس الرمل بده يكون مليان هيك، لما احمله هيك لكيس الرمل بده يكون مليان لهون. واصل لهون هيك بده تكون القبض عليه، يعني على القبض. عم تسمعون المدربين؟ وصل لهون بيرجع فيه ردك بهالسهولة. انت بتنسق مع فريقك، هيدا التيم ورك، نحن بنشتغل على التيم ورك. انتو فريق واحد تقسموا بين بعضكم، نحن ما بيهمنا بس بنشغل هون كمان. نوصل لهونيك نفحص الكيس، يا خليه هون يا اما ارجع فيه بهالسهوله. اوكي يلا معكم 15 دقيقه لهي الكومبيتيشن. في 15 دقيقه نسقوا، حضروا حالكم، معكم دقيقه نسقوا مع فريقكم تنبلش الكومبيتيشن. عنا هيني يلا.
فريق واحد بده يربح بينيته. اللي بياخذ علامات الاكثر هو اللي بيربح، هي معروفه. يلا بطل. مهمة تعبيت كيس الرمل حسام الرتيم واصبح امامه مهمة وحدة للفوز بالتحدي. بينما المهمة صارت صعبة على البلو تيم اللي اصبح بحاجة لريمونتادا بالفوز بالمهمتين المتبقيتين ليحصد الفوز. تمام خد فوتو. يلا وين الزعف يا شباب؟ وحوش وحوش. يلا 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 لك يلا. شكل بيعرف ما علق مين اللي قاعد حد افضل لاعب لبنان.